السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في قاعة مسجد السلطان يعقوب التحتة، والفرحة تنبعث من هذه القاعة. سبحان الله، شيء كثير مرتب في يوم عيد الأضحى المبارك. الجمعية، جمعية السلطان الخيرية، جهزت هذه القاعة وأعدتها بالطعام والشراب ابتهاجا لهذا العيد المبارك. هذا الشيخ فضيلة الدكتور الشيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ علي. الله يبارك فيكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كيف شعوركم هون بين الأهل والأقارب في روسيا؟ عيد، والله عيد بعيدين، عيد الأضحى بين أهل الإنسان وأحبابه في بلده. الحمد لله رب العالمين. يا رب. الله يبارك فيكم. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. يا رب يا رب يا فريم. ايه ما رحت. ميزة يعني طاولة للرجال وطاولة للنساء. Thank you.
السلام عليكم، كل عام وانتم بخير عمو. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كرميتك. أهلا وسهلا بأهل البرازيل. السلام عليكم، كل عام بخير. عاد عليكم خير واليمن والبركات. ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم. إبراهيم كأنه عرس. الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. الله يحفظكم. الله يبارك بالجمعية. إن شاء الله بالصحة والعافية. بقيت البيت. إن شاء الله اللي بيت في البرازيل تنتي جاي ميلا هذا نعيش سوا. إن شاء الله في كثير من البرازيل من أمريكا وهيك. الحمد لله. يعني مميز هذا العيد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي. كيف يا مختار؟ كيف الحال؟ هديت البيت. كيف بخير يا حسين؟ هديت البيت. بأيام أحسن، بأيام أحسن. يا رب. موجود أهل البرازيل وأهل أمريكا. بخير. تعال عليك وتعال عليك. السلام عليكم، كل عام بخير. كل عام بخير يا خالد. كيف الحال؟ كل عام بخير. الله يحفظكم يا رب. آمين يا الله. الله يحفظكم جميعا. الله